باغي يروح يروح ما عنديش الوقت نضر خروج له في حالة بابا ملقى اشرح الماضي بقى فيها دو يا باقي محيرو كي خاف علي نطير كي قول لي فاينا صاحبي كالعقل ماشي بصلابة كنتي تبان لي قمر ودابا غير بابا ربحت الناس بالخير صاحبي ماشي بالشر ايماني بالله كبير تعلم كيف تصبر ترحب بك جنة خاي الله يعزك معكم مطرب من مواليد فنيداق كان من الراب مطرب حيت الغنى ديالي لا حدود فهمتي يعني كان غني الراب وموسيقى بصفة عامة هذا علاش مطرب كتشوف راسك انه كتقرب الناس والمجتمع بشكل عام الحمد لله الاغاني ديالي كاملين اجتماعيين و... والناس دائما كيشكروهم فهمتي الحمد لله فوقاش بدا المطرب مطرب بدا في 2012 وبدا بالضبط في 2015 مزيان يعني اذا هضرنا على 2012 و2022 مده طويله طبعا علاش مدة ما بانش في هذه المده هذه كانوا يمكن كنت باقي كنقرا فهمتي كانت عندي مدرسة وما عنديش مصاريف د فيديو كليب باش نسجل أغنية 2015 فوق كنت كنخدم في الصيف يعني موسم الصيفي كنت ديما كنخدم ديك المصاريف هادوك يعني كنت كنشري الحوايج كنسجل أغاني والحمد لله من تما بدات المسيرة ديالي قوام من 2012 حتى 2022 أشهر فيديو فلاشين ديال المطرب أشهر فيديو ما تلومنيش علاش بالضبط ما تلومنيش شنو الميزات اللي كيميزو على الفيديوهات الاخرين هو الصراحه هذيك اغنيه يعني فيها الراي والراب وفيديو اجتماعي بزاف فهمتي يعني من احوام شعبيه ولقى الاقبال كثير في يوتيوب وسبارطاجا بزاف تبارك الله عليك الله يحفظك اخي يوسف كاين شي فيديو اللي حقق شي معدل قليل في المشاهدات في اليوتيوب ولا كلشي متقارب حاليا كلشي متقارب ما كاينش شي فيديو يعني ما لقاش الاعجاب عند الناس مي لي في يعني كتبقى هي رقم وصافي فهمتي شي موضوع اللي تحفيزي شي موضوع اللي هضرت عليه في الراب ديالك وتفاعلوا مع المجتمع بشكل كبير عندي واحد ديسكود ماما مي كنهضر على المدينه ديالي هذاك شفتو سبارطاج بزاف ستوريات الحمد لله الدياسك ديالي كاملين يعني من هادو كيتلقاني في الزنقه كيقول لي الدياسك واعرين كمل كمل والله المطرب واش خدا حقه في الساحه الفنيه حاليا باقي ما خداش حقه حيت شي يمكن باقي بنادم ما كيعرفنيش ملي نوصل عند بنادم ويعرفني يعني كنظنش ما نكونش معروف يعني صوتي باقي ما وصلش للمغاربه الشيء اللي بغيت نقول المطرب واش عمره كلاش شي واحد مطرب ديما كي كلاشي فهمتي يعني حيت الراب كلاشي داخله في ثقافه الهيب هوب ويعني كان كلاشي السيستيم كان كلاشي بزاف يعني اي حاجه ما كتعجبنيش راه هذاك كلاش الشيء اللي كاع فنان اش نقول لك يعني ما كاينش فنان معين مي تسمى اللي ما عجبنيش راه دقيت عليه وكلاشيتو اش نقول لك دخلت عليه ماشي كلاشيتو صافي اذا هضرنا على الفنيداق ربما كنهضروا على الفنان الحر واش نقدروا نشوفوا معاه شي فيديو اسمح لي ما نقدرش يا والله عندي الاخلاق ديالي والسمات ديالي ما تقدرش تكون اشي فنان في حياتك فهمت الشيء اللي كان كتشوف راسك اعلى قيمه منه ماشي اعلى قيمه راه حنا يا عبداء الله فهمتي الحمد لله القيمه الفنيه القيمة الفنية كل واحد كيعمل السيل ديالو يمكن هو جاتو فرصة وانا باقا ما جاتنيش فرصة يمكن ما نعرف رابور او شهير او مجموعة تقدر تخرج معها في شي فيديو كليب انا حاليا دابا كنتمي لمجموعة دي ال و تقدر تشوفوني مع دي ال دي ال فور لايف ربما نقدر نشوفوك يعني مع علي الصامت في شي فيديو كليب علاش لا بكل شرف علي راه كيتسمى احسن روابط اللي كاينين حاليا في المغرب وليا شارف من واحد الناحيه اذا هضرنا على مدينه فنيداق ما نساوش اشرف المغرب وي هو كيغني ستيل مختلف ولكن كاين بعض المرات رابور مع راي يقدروا يجتمعوا فيديو كليب واحد واش نقدر نشوفك معاه اذا تفاهمنا علاش لا مرحبا بكل فرح
اخي معاذ، واش الفلوس ديال اليوتيوب يقدروا يعاودوا لك فيديو كليب او لا يدفعوا لك مصاريف تكاليف ديال الفيديو كليب؟ والصراحه فلوس ديال اليوتيوب كاع ماشي كافيين بزاف، مي فهمتي بنادم عمره يفكر بالمبدا هذا باللي يربح في الاول، يعني دائما خصك تحط راس المال وتبني راسك براسك عادك تهضر على الارباح، داكشي كيجي مع الوقت بنادم خصو يخدم على راسو مزيان فهمتي. مطرب علاش دخل مجال الفن؟ اش غنقول لك، الفن يعني جاري في الدم الراب فهمتي، يعني من الصغور ديالي وانا كان كيعجبني نسمع مسلم، كيعجبني نسمع دياسك القاشله. يا انا هضرتي على مسلم، شنو الموقف ديالك من مسلم والراب ديالو؟ مسلم صراحه اش غنقول لك، الراب ديالو واعر وانا من فانس ديالو، وديك السيد هذاك كيطربنا صراحه. نقدروا نشوفك معاه في شي فيديو كليب؟ ايوا هذيك اكبر شرف، اي واحد اي رابور في المغرب راه كيتمنى يضرب معاه فهمتي. ما كنتش صراحه باغي نهضر معاك في هذا الدومين، ولكن بما انك هضرت على مسلم، شكون هو الفنان ونقولوا فنان مغربي كتقتدي به او لا كتعلم منه؟ والصراحة والله ما كاين شي فنان مغربي، حيتاش أنا مأثر ب ما نكذبش عليك، يعني أنا كنسمع الراب المغرب بالحق، ما مأثرش بالراب المغرب، يعني أنا مأثر بي إن إل أنيكس، جروب الأنيكس في أمريكان، هذا هو الواقع، والدراري قرابين مني عارفين ذا الشيء هذا. إذا قلنا الراب ربما في شي جهات هنا في المغرب وما قصد حتى شي جهة كيشركوا الراب بتخسار الهضرة، شنو رأيك فيه؟ والصراحة تخسر الهضرة أسهل حاجة فهمتي، يعني هما كيمشيو لواحد الطريقة سهلة، يعني أنا كنسمي هاد الروابا اللي كيخسروا الهضرة يعني ضعافين فهمتي، هادي وجهة النظر ديالي وصافي. فين المطرب معاد فين باغي يوصل؟ حاليا باغي نوصل يعني المغرب كامل يعرفني إن شاء الله، هادي هي الطموح ديالي والرغبة ديالي حاليا. شنو تقدر تقول للشباب اللي عندهم احلام وتخلاو عليها في نفس الوقت؟ كاين شباب انه عندهم احلام وباقيين كيتقاتلوا عليها، وانت غتكون عندك خبره في هذا المجال لانه تقاتلتي، باش كنهضروا على 2012 و2022 مده طويله في الفن، شنو الرساله اللي توجه للشباب اللي كيتقاتلوا على الاحلام ديالهم والشباب اللي فشلوا؟ الرساله اللي نقدر نقول لهم هو الخدمه والتواضع، لازم يكون متواضع وشعبي، وان شاء الله خصو بنادم يكون مرضي الوالدين، ما نساوهاش، يعني اذا ما كانوش راضيين عليك الوالدين ديالك يعني ما تقدر، ربي ما يسهل لك حتى شي حاجه. مطرب ماجد، شنو هي الكلمه اللي الاخيره اللي يقول الناس اللي كيبغيوها، الكلمه الاخيره اللي يقول الناس اللي كيكرهوها؟ الناس اللي كيبغيوني كنقول لكم شكرا على الثقه ديالكم، والناس اللي ما عندهمش معايا ولا ما كيبغيونيش دابا تجيب الايام وت ترجعوا كتبغيوني، هادشي اللي كاين. الله يخليك خير معاذ، السؤال اللي قلت لك الله يعاود. شنو هي الاعمال اللي ما جايه ان شاء الله؟ ما جي واحد الديسك هذا سبيسيال اسمه بركان، وما جي واحد الديسك ولد شواف. علاش كيهضر ولد شواف؟ ولد شواف كيهضر يعني على اصحاب المصالح بصفه عامه، وكيهضر على اولاد الحرام فهمتي. ولد الشوافة في المجتمع ديالنا ولا المجتمع ديال فنيدق؟ وطبعا ما اكثرهم كاين بزاف. تبارك الله عليك خير، الله يحفظك اخي يوسف، شكرا شكرا على التغطية ديالكم، وشكرا على اشواقع على الحضور ديالهم في فنيدق، مرحبا بكم في اي وقت ان شاء الله، كل شيء باذن الله. شكرا، الله يحفظك اخي يوسف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.